السلام عليكم يا أبي، كيف حالك؟ بخير يا بني، هل كان يومك لطيفاً بصحبة جدك؟ بالطبع، كالعادة، يعلمني جدي كل يوم أشياء جديدة. وأنا سعيد لأن لدي حفيداً ذكياً ويحب المعرفة مثلك يا فواز. ما بك يا أبي؟ لما تبدو حزيناً هكذا؟ لا شيء يا بني، جارنا مسعود يمر بضائقة مالية، والأقصى من ذلك أنه لا أحد من الجيران اهتم به أو حاول مساعدته. نعم يا أبي، جيراننا طيبون ومتعاونون، وبالتأكيد لا يعرفون حالته، لذا علينا إخبارهم. أحسنت يا فواز، أحسنت، هذه فكرة رائعة. اترك لي أمر تنفيذها، فلا نريد أن يشعر جارنا بأي شيء. السلام عليكم يا إخواني، هل انتظرتم قليلاً؟ لدي حديث مهم لمشاركته معكم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. كلنا نعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، أليس كذلك؟ جزاك الله صحيح. ولو نظرنا حولنا جيدا ولم نكتفي بالانشغال بأمورنا فقط، سنجد من يحتاج إلينا بالتأكيد، أو بمعنى أدق، من نحتاج نحن لمساعدته وتفريج كربه، ليفرج الله كربنا. ماذا تلا الإمام الحاج؟ جزاك الله كل خير. شكرا لك يا والدي، كانت هذه موعظة نحن بأمس الحاجة لها. أين مسعود؟ مختف منذ عدة أيام، يبدو أن لديه مشكلة ما، وسوف نذهب إليه فورا لنساعده على حلها. يا إلهي، هذا رائع. بارك الله فيكم، نعم لنفعل ذلك. شكرا لك يا أبي. أنا فخور بك يا جدي. بل نفخر بديننا، لأنه دين الرحمة والتكافل والمحبة.